بزاف بنادم ظروف ماديه ما كتساعدوش تنقولوا يتعاونوا مع هذا الشيء هذا. ممثل السلطه هو كاين تقرير على ان الوقفه احتجاجيه ماشي تبحث في الحياتيه ديال هذا الشيء. طلب بيداغوجي اللي درناه معاهم وديال التخفيض. اللجنه كانت دارت اجتماع وواحد اللي استغرقات واحد بالضبط واحد جوج سوايع و 39 دقيقه وكانت تناولت جوج ديال الجوانب، جانب بيداغوجي وجانب ديال التخفيض مادي. المؤسسه رغم انها عريقه وعندها 20 سنه لم تواكب، يعني انه المنصه التفاعليه ما كانتش، الوليدات ديالنا كان تيجيهم الدروس كلهم على طريق ديال الواتساب، ميم بعض المرات كاين شي دروس اللي جاهم على طريق ديال الصور. كان عند المجموعه ديال الاباء هنا والاولياء ديال التلاميذ كان عندهم مشكل هو انه كيفاش غادي يطبعوا هذوك الدروس اللي هي ما واضحاش. المطلب الثاني اللي كنا طلبناه هو انه التخفيض المادي، وهذا من حقنا جميعا لاننا حنا تنبقاو زبائن ديال هذه المؤسسه. التكلفه الحقيقيه اللي كانت عندهم فتعفوا واحد مجموعه ديال المصاريف اللي تعفوا منها، مثلا كاين المصاريف ديال التنظيف ما كايناش عندهم، كاين الضوء والماء ما بقاو هما معفيين منه، فكيفاش اليوم هما تيطلبوا منا اننا نخلصوا لهم 100% وهما اصلا معفيين من مجموعه ديال المصاريف؟ المؤسسه ما وفاتش بالوعود ديالها، عطات دروس هزيله، ما دارت حتى شي مجهود، اذا كيفاش انه اليوم انا تطلبني هذه المؤسسه على واحد الخدمه اللي هزيله وهزيله جدا وما درتش فيها مجهود تطلبني باش انني نخلص لهم 100%؟ غيكون من العار ومن الحمق انني غنخلصهم 100%. هذا الشيء علاش حنا جينا اليوم، جينا على جوج ديال المطالب، مطلب بيداغوجي محض على قبل وليداتنا باش يتعتقوا وباش يكون المستوى ديالهم تيساير. انا تنقول هي تيساير مجموعه ديال المؤسسات هنا لانه كانت عندهم منصه تفاعليه، كيف يعقل انه مدرسه اللي عندها 20 سنه يا عباد الله وتقول لك حنا لا نتوفر على منصه الكترونيه، كيف يعقل هذا الشيء؟ هذا هو المطلب ديالنا، عندنا جوج مطالب لا غير، وتنظن مطالبنا واضحه وصريحه وخصها تتحقق.